مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة دشنت اليوم المرحلة الأولى من تمليك الأسر لمشاريع باب رزق. بعد مرور 5 سنوات من إنجازات مؤسسة رسالتي بفريقها الرائع وداعمها الكرام، ها هي رسالتي الآن تفتتح خططها الاستراتيجية الخماسية بتدشين 16 مشروع من 100 مشروع لعام 2016 للمرأة التي تعول الأسر على أسرتها والتي أصبت بها الحياة تحت شعار إنعاش المجتمع، لأن المرأة تعتبر نص المجتمع وتربي وتتحمل الجزء الآخر. تدشن اليوم مؤسسة رسالتي 16 مشروع من ضمن 100 مشروع خلال عام 2016 التي نستهدف فيه الأسر المنتجة للمرأة التي تعول أسرتها، بحيث تم تمليك مجموعة من الأسر التي كانت نازحة في المجمعات أو مراكز الإيواء لكي تستطيع الإنفاق على أولادها وأسرتها باقتدار. عملت هذه المشاريع فرحة لا توصف وسط الأسر المستفيدة، نظرا للحاجة التي تمر بها هذه الأسر بعد التدريب والتأهيل. وقت ما تخلوا عني جميع الناس اشتغلت نظف في البيوت، مؤسسة رسالتي دقت بابي علمتني أول الخياطة وملكتني مكينة وجابت لي زرعت في نفسي الثقة. قدموا لنا حاجة يعني احنا فرحين الان اليوم بقى احنا يعني الان اليوم كأني مدري ما نسك يعني كأني شاطر ابني، يعني كنا نتمنى ان احنا شطال حتى شكل الناس يخرج الناس وسط الشارع، يعني مع ست انا ايتم ابني كيف ما احنا فارحين اليوم كيف احنا يعني ما احناش مبتقيين. مشاريع كثيرة ومتعددة تدر على ملاكها دخلا يوميا تبنتها مؤسسة رسالتي، وعملت جاهدة على ألا تستلم المرأة أدوات مشروعها إلا بعد أن عرفت أسرار هذه المهنة لتخرج إلى السوق واثقة ومعتمدة على نفسها في كسب رزقها ورزق أسرتها. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.